الحقيقة انه واضح ان خلاص الصين او خلاص قرروا سوا كده انهم يدعو الى الغاء مجاني التعليم. مبدئيا التعليم في مصر مش مجاني، واسألوا اي رب اسرة في اسرة متوسطة او حتى فقيرة، مفيش تعليم مجاني في مصر. الحاجة التانية هتقول لي، وانا عارف ان حضرتك هتقول لي، الطوابير اللي بتخلص من الجامعة وتروح في الاخر ما بتلاقيش شغل، عجباك يعني؟ ده كلام محترم جدا وتعالى نناقشه. التعليم لحد ثانوي مفترض انه يكون مجاني، ده حقيقي، لكن بعد ثانوي مفترض ان حضرتك المتفوقين في ثانوي، واعتقد التعليم الثانوي بتاعنا ما بيطلعش متفوقين اصلا، مفترض انهم يبقى لهم مكان في الجامعة مجانا ويدخلوا بزفة بلدي. انما انك تلغي مجانية التعليم خالص على الكل، هنا بقى في موضوع تاني هنناقشه بعد شوية، وهنقول ليه مصطفى الفقي وليه طارق شوقي اللي بيتكلم بلغة الصناعية بيقول احنا كوخة والحاجات دي، هنتكلم فيها بعد شوية. دي فكرة صلاة عبقرية. لكن خلونا نقول طارق شوقي من ضمن اللي قاله، قالك الناس بتروح تدفع في حفلة عمرو دياب 20,000 جنيه ويجوا عندنا احنا وما يدفعوش. انا اول مرة اعرف ان تذكرة عمرو دياب ب20,000 جنيه، دي حقيقة. وانا مش عايز اناقش الناس بتدفع كام عند عمرو دياب، بس عايز اناقش هل طارق شوقي فعلا بجد يعني واعي اللي بيقوله؟ هل تذكره حفله عمرو دياب ب20,000 جنيه؟ لا يا راجل، ده احنا لو رحنا يعني جبنا مايكل جاكسون من التربه مش هندفع 20,000 جنيه فيه. 20,000 جنيه، عمرو اديب تذكرته غاليه، عمرو دياب قصدي تذكرته غاليه، لكن 20,000؟ ما علينا. الأستاذ أحمد عبد ربه بيقول له على القصة دي، بيقول إنه اللي بيدفع تذكرة ب20,000 جنيه لعمرو دياب مش هو بقى اللي بيبحث عن التعليم المجاني. اللي بيبحث عن التعليم المجاني هو اللي بيفرق معاه كيلو البطاطس ب12 أو 13. والتعليم هو أحد مسؤوليات الدولة تجاه مواطنيها، ولا يجب تسليعه، يعني يخليه سلعة، أو إخضاعه لقواعد السوق في دولة تبحث عن ريادة وهيبة كما تقول. تخيل، يعني الراجل بيقول له بالظبط اللي بيدفع تذكرة، طبعا انا اتحدى تكون تذكرة عمرو دياب ب5,000 جنيه، مش ب20,000، خلاص. لكن هو بيقول له طب حتى لو ده مش بتاع التعليم مجاني يا ريس، ده بيدفع بالدولار في الجامعة بتاعته او في المدرسة بتاعته. لكن اللي بيدور على مجانية التعليم هو اللي بيفرق معاه البطاطس سعرها 12 ولا اللي. الدولة لابد أن ترعى التعليم. لو دولة بتدور على هيبة